that more efforts. أنا على قناعة أن هناك مجهودات إضافية يجب أن تبذل حفاظا على الأمن والاستقرار على مستوى حدود دول قارتنا باعتماد مناهج عمل جديدة ومقاربات مناسبة. وفي هذا الصدد أرى أنه من الضروري بذل مزيد من الجهود لا سيما في المجالات التالية: أولا، الإسراع في عملية تحديد الحدود وترسيمها قصد تفادي أي خطر أو تأثير ضار على السلم والأمن. إن بلدي الجزائر التي أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة بما في ذلك مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على استعداد لتقاسم تجربتها وخبرتها في هذا المجال مع الاتحاد الإفريقي. ثانيا، علينا مضاعفة الجهود لإيجاد حل نهائي والتخلص من الخلافات الحدودية في القارة. ثالثا، إن التنمية المشتركة للأراضي الحدودية لصالح المجتمعات المحلية مهمة للغاية لتعزيز وظيفة الحدود كجسور للتبادلات المفيدة. نحن بحاجة أيضا إلى تعزيز وتنظيم التعاون المشترك بشأن المسائل الأمنية وإدارة الحدود المشتركة. بلدي على استعداد لتقاسم تجربته في هذا الصدد بما في ذلك تشكيل لجان حدودية مشتركة على غرار ما تم فعله تواليا مع موريتانيا، مالي، النيجر وتونس.